السلام عليكم رجالتنا، الرجال اللي مكملة معانا التحدي، تحدي معسكر من أول السطر. ما ننساش النهاردة بفضل من ربنا بنوصل للمحاضرة الثالثة من محاضرات معسكر من أول السطر. المحاضرة الثالثة هتنزل النهاردة الساعة 6 المغرب، واللي هيكون المحتوى بتاعها إن شاء الله تعالى هو إجابة تطبيقات قراءة متحررة. منتقي معاكم 5 قطع قراءة متحررة في منتهى القوة ومنتهى الجمال، فيها عدد كبير جدا من أنماط القراءة المتحررة، واللي هتساعدك في فهم كتير من أنماط القراءة المتحررة لما تيجي تحل قراءة متحررة مع نفسك. المحاضرة هتنزل إن شاء الله الساعة 6 النهاردة. يا رب نكون دايما مستمرين مع بعض في التحدي، مكملين مع بعض في التحدي زي ما احنا ماشيين. النهاردة الدنيا خفيفة شوية، حل وتدريبات. هينزل لك ملف PDF مع المحاضرة تقدر تحله مع نفسك في البداية، بعد كده تسمع الحلقة وتسمع إجابة التدريبات بتاع المحاضرة، ما عندكش أي مشكلة عشان تتأكد من الحل بتاعك. المحاضرة هتنزل النهاردة التلات، بعدها نريح 4 5 جمعة، تريح كده وتلم الحاجات اللي فاتتك او بتشتغل مع مواد تانية عشان الدنيا ما تبقاش تقيلة، وترجع معانا السبت ان شاء الله استكمالا لمحاضرات من اول السطر زي ما احنا ماشيين، ومعسكر من اول السطر اللي احنا اتفقنا 20 يوم في 10 محاضرات. هنلم العربي، هنقضي على العربي، هنقضي على كل اللي فات، هنكون مستعدين لكل اللي جاي. يا رب نكون بنفيدكم على القناة هنا بأي حاجة ولو حتى بحاجة صغيرة. وصلت معاكم للنهاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.